بسم الله الرحمن الرحيم. بالامس القريب نظم الاخوه من فريق رواس الشناص مسير رقمه، وها هم اليوم يشاركون اخوتهم من جميع ولايات السلطنه في مسير فريق عبري. الاسم الكريم محمد سعيد الصليطي. ما هي رسالتك وانت تشارك؟ ماذا تقول لاصدقائك؟ ماذا تقول لاصدقائك؟ هل تشجع اصدقائك؟ هل تشجع اصدقائك للمسير؟ نعم نعم. جميل، كانه السؤال صعب يعني. هنخفف الاختبار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما ابرز مكتسبات هذا اللقاء؟ اللياقة والتعارف واللمة بين الربع والفرق والتجمعات هذه الطيبة. جميل، جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم، الاسم الكريم. ربيع مبارك الحي الخزمي. الله يحييك. الاسم الكريم محمد. الله يحييك ان شاء الله. ماذا تقول لاصدقائك؟ استمروا في الرياضة. جميل. السلام عليكم. السلام. بالرغم من بعد المسافة، ما الذي شجعك لحضور المشاركة في هذا البرنامج؟ الرياضة. حب الرياضة. جميل. السلام عليكم يا حامل الراية. ما أهمية حمل الراية في برامج المشي فريق رواسي شناص؟ ما أهمية حمل الراية؟ حمل الراية ما أهميتها؟ الإظهار رمز الفريق. إظهار رمز الفريق. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ناجح في الاختبار. السلام عليكم. عليكم السلام. الله إن شاء الله. ماذا تقول للآخرين وانت تشارك هذا البرنامج؟ والله انا اقول فانا ما دام هذا البرنامج وهالملتقى وهالناس الطيبين هذي لا نعم. نتكاتف كلنا في الرياضه وفي الامور الطيبه والامور اللي تفيد في شخصيا. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. رحاله شمال الباطنه. ايه. ما هي رسالتك؟ رسالتي ل الشباب انهم يمارسوا الرياضه. جميل. الرياضه صحه. جميل. وطوله في العمر. جزاك الله خير، بارك الله. السلام عليكم. الاسم الكريم علي سالم المعمري. الاسم الكريم فرحان بن ناصر الريسي. الله يحييك، بارك الله فيك. السلام عليكم. الاسم الكريم سلام عبد الله حميد المقبالي. الله يحييك ان شاء الله. ما هي رساله الفريق وهو يحضر مع هذا الجمع الكبير؟ رساله الفريق دائما نحن نشارك الفرق. نعم. من مختلف المحافظات وحتى. ما أبرز المكتسبات التي تجدونها من مشاركتكم؟ المكتسبات التعرف على السياحة في جميع المحافظات. جميل. نتعرف على جميع الأخوة الأفاضل في الولايات. جميل. ومعرفة أيضا الولاية اللي يقام فيها المسير. جميل، جزاك الله خير، بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الكريم الله وبركاته. أحمد بن سعيد الريسي. هو ما شاء الله الأخ أحمد. ما هو انطباعك مع حضورك في هذا البرنامج؟ حقيقة انطباعي شيء لا يوصف، وهذا المسارات دائما تلتقي بأشخاص من أمثالكم ومجموعة من الأشخاص، وشيء ونحن نشجع دائما لرياضة المشي، وهي أيضا مكسب لمعرفة الآخرين والتعرف على التضاريس والمنطقة والفرق الأخرى، وتلتقى بزملاء فترات طويلة ما التقيت فيهم. جزاك الله خير، بارك الله.